وعدت أن أنظر إلى التحديات العالمية بعينين مفتوحتين ورؤية جديدة. يمكننا أن نحل العديد من المشكلات، ولا يمكن أن نستمر في تنفيذ تلك الاستراتيجيات الفاشلة للماضي. كل هذه الآراء القديمة لم تحل شيئا. لابد أن نحل هذا الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. عام 1995 تبنى الكونغرس قرارا بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، وحث على نقل هذه العاصمة لتكون إلى القدس، مؤكدا على أن هذه المدينة ومن الأهمية بمكان أنها تكون عاصمة لإسرائيل. وهذا القرار تم الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، وأيضا تم تأكيده بتصويت من مجلس الشيوخ منذ 6 أشهر فقط. كل رئيس أمريكي سابق حاول دائما استخدام المخرجات من هذا القانون لتأجيل التنفيذ وأن يعترف بإسرائيل كعاصمة لإسرائيل. كل الرؤساء قدموا هذه التصريحات لإقرار السلام فقط. البعض قال أنه افتقد الشجاعة، إلا أنهم خرجوا بقرارتهم الأفضل من وجهة نظرهم في وقتهم ذلك. إلا أن هذا السجل قد انتهى بعد 20 عاما من هذا التأجيل، ونحو العمل من إقرار سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لا يمكن أن تستمر نفس اللغة في أنها ستكون ولهذا قد قررت أن أعترف رسميا بأن القدس كعاصمة لإسرائيل. الرؤساء السابقين قالوا قدموا وعودا كثيرة لكنهم لم ينفذوا. أما الآن أنا أوفي بوعدي، وأنا وافقت على هذا القرار، ورأيت أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة وفي مصلحة إقرار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إن هذه الخطوة قد أخرت كثيرا، وهي التي ستساعدنا على الاتفاق النهائي. إسرائيل دولة ذات سيادة مثلها في ذلك مثل أي دولة أخرى ذات سيادة، لكي تقرر ما هي عاصمتها. وأنا أقر أن هذه حقيقة، وأن هذه الحقيقة ضرورية لتحقيق السلام. منذ 70 عاما مضت قامت الولايات المتحدة برئاسة الرئيس ترومان، أقرت واعترفت بوجود دولة إسرائيل. ومنذ ذلك الحين كانت إسرائيل تقول أن عاصمتها هي القدس، وهي العاصمة التي أنشأها اليهود القدامى في العصور القديمة. اليوم القدس هي بذرة الحكومة الإسرائيلية، وهي بيت البرلمان الإسرائيلي الكنيست، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا الإسرائيلية، كما أنها الموقع الذي يقيم فيه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. إنها مقر العديد من الوزارات للعديد من العقود. زار العديد من الرؤساء الأمريكيين القدس وتقابلوا هناك، تقابلوا مع نظرائهم في إسرائيل في القدس، كما فعلت أنا في رحلتي إلى إسرائيل هذا العام. إن القدس ليست فقط قلب 3 أديان عظيمة، إلا أنها أيضا القلب لأحد الديمقراطيات الناجحة في العالم. على مدار 70 عاما الماضية كان الإسرائيليون يبنون دولة فيها المسلمون واليهود والمسيحيين والأفراد من جميع الأديان المختلفة، لديهم حرية العبادة طبقا لضمائرهم وعقائدهم. إن القدس اليوم ولا بد أن تبقى مكانا يكون فيه
يصلح فيه اليهود في الحائط الغربي، وأن يذهب فيه المسلمين للكنائس، ويذهب المسلمون إلى المسجد الأقصى. على مدار كل هذه الأعوام، كل رؤساء الولايات المتحدة السابقة رفضوا أن يعترفوا رسميا بأن إسرائيل عاصمتها القدس. في الحقيقة أننا رفضنا أن نعترف بأي عاصمة إسرائيلية تماما، إلا أننا اليوم اعترفنا بما هو واضح، أن القدس هي عاصمة إسرائيل. هذا ليس أكثر أو أقل من أنه اعتراف بالواقع، كما أنه الشيء الأصح في أن نفعله، وأنه يجب أن يتم. ولهذا بما يتسق مع قرار السفارة الأمريكية في إسرائيل، أن أوجه وزارة الخارجية بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس فورا، وأن لابد أن يكون هناك سفارة جديدة في القدس لها شكل هندسي، وتكون هذه السفارة مساهما في عملية السلام. ولا بد أن أوضح نقطة هنا، أن هذا القرار ليس معني به رحيلنا عن أو بعدنا عن إقرار سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. نريد أن نحقق سلام للإسرائيليين والفلسطينيين. نحن لا نتخذ موقفا نهائيا تجاه أي شيء إلا تلك الحدود الخاصة بسيادة إسرائيل على القدس، أو الحدود العامة. إن هذا يتعلق هذه الموضوعات تتعلق بالأطراف المعنية، وأن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بإقرار اتفاقية سلام مقبولة للجانبين. أنا أنتوي أن أفعل كل ما في وسعي لأساعد في صياغة مثل هذه الاتفاق. دون اتفاق القدس هي أحد الموضوعات شديدة الحساسية في هذه المحادثات. الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين إذا تم الاتفاق عليه بين الدولتين. في الوقت نفسه أنا أدعو كل الأطراف لكي يحتفظوا بالوضع القائم، كأن المزارات الدينية المقدسة في الحرم الشريف وأيضا وهدفنا الأساسي هو السلام. هذا التوجه العالمي نحو السلام وحفاظ على حماية الجميع. واليوم أؤكد على التزام إدارتي بمستقبل السلام والأمن للمنطقة بالكامل. بالتأكيد سيكون هناك خلاف ورفض لهذا الإعلان، إلا أنني على ثقة أنه في نهاية الأمر، في أننا أثناء عملنا من خلال هذه الخلافات، أننا سنصل إلى السلام، وسنصل إلى مكان أفضل في التفاهمات فيما بيننا. إن هذه المدينة المقدسة لا بد أن تخرج كل ما هو أفضل في الإنسانية، ولا تجذبنا إلى الخلف وللأسفل للمعارك القديمة التي أصبحت متوقعة تماما. هذا ليس فقط، لا يجب أن يكون هذا بعيدا عن ذهن من يسعى للسلام. الآن نحن ندعو إلى التفاوض وإلى السلام، وأن يحاولوا أن يتخطوا خلافاتهم. إن أطفالنا لابد أن يورثوا حبنا. الرسالة التي قلتها في القمة في المملكة العربية السعودية مبكرا هذا العام، أن الشرق الأوسط منطقة غنية بالثقافة، وأهلها أذكياء ومتنوعون وأقوياء، إلا أن المستقبل الرائع الذي ينتظر هذه المنطقة إلا أنه متوقف بسبب
الجهل والإرهاب. نائب الرئيس سيسافر إلى المنطقة في خلال الأيام الماضية وأن يؤكد على التزامنا للمنطقة بالكامل نحو هزيمة الراديكالية الذي يقف عائقا ضد مستقبل الأجيال القادمة. حان الوقت لكل من يرغب في السلام أن ينبذ التطرف من عقيدته. حان الوقت لكل الدول المتحضرة والشعوب أن تستجيب للخلافات بمناقشات عاقلة وليس العنف. وقد حان الوقت للأصوات الشابة والعاقلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن يجدوا لأنفسهم مكانا في المستقبل الأفضل. إذن اليوم دعونا نذكر أنفسنا ونلزم أنفسنا بماض كان فيه الاتفاق. دعونا نحاول دائما أن نفتح عقولنا وقلوبنا إلى الاحتمالات المختلفة. وأخيرا أطلب من كل قادة المنطقة الفلسطينيين والإسرائيليين وكل قادة المنطقة اليهود والمسلمين أن يدعمونا في رسالتنا نحو السلام. رحمكم الله وبارك الله إسرائيل وبارك الفلسطينيين وبارك الولايات المتحدة الأمريكية. أشكركم جميعا. أشكركم جميعا. أشكركم. Thank you. Thank you very much.